ويا صاحب الجلالة ويا صاحب الجلالة أجي تشوف المنزلة أجي تشوف المنزلة ويا أمير المؤمنين ويا أمير المؤمنين وأجي تشوف الظالمين وأجي تشوف الظالمين ضد الخروقات المفضوحة واللي الرأي العام كل شيء على الطلاع بها، هاد الخروقات الواضحة اللي كانت في امتحان المحاماة سواء في 4 جنبير 2022 أو امتحان يوليوز 2023، هي مجموعة من الخروقات اللي تقصينا من خلالها احنا أبناء الشعب اللي تعرضنا لواحد الحيف وواحد الظلم اللي اليوم ميمكنش أننا نقبلو به، ميمكنش أننا نقبلو التلاعب بالامتحانات والمباريات العمومية، وميمكنش أنه نقبلو اليوم أنه تمشي انت تقرا تعيا تراجع تعيا تراكم في التحصيل العلمي في الدبلومات الجامعيه وتجي تلقى في الاخير انه النتائج واللوائح ديال الناجحين محسومه في هذا الامتحان. لذلك حنا كنقولوا كفى من الحسوبيه والزبونيه، كفى من التلاعب بالمباريات العموميه، كفى من قتل الاحلام والطموحات ديال ابناء الشعب على حساب تنجيح الابناء ديالهم والمقربين ديالهم. لذلك حنا مستمرين في هذه المعركه النضاليه، خدنا مجموعه من الخطوات النضاليه، كاينين شباب معنا اللي كيجيو من مختلف المدن المغربيه فقط باش انهم يحتجوا على هذا الظلم وهذا الحيف. ووزاره العدل اليوم الا كانت كتراهن على انه من خلال زرع الياس والاحباط في صفوف يعني الطلبه والخريجين ديال الجامعات فراه غتكون واهمه، ولانها الا كانت كتلعب على العامل ديال الزمن حنا ما غاديش نستسلموش وما غاديش نتخلاو على هذه القضيه العادله والمشروعه وعلى المطالب المعقوله ديالنا. ولا يمكن انه حنا كولاد الشعب نبقاو نتعرضوا للاقصاء والترصيب والتهميش، نبقاو نقبلوا بهذا الوضع المرير. هذا الوضع المرير خاص تكون واحد القطيعه معاه، لانه لا يعقل انه يستمر ونبقاو حنا ضحايا وتبقى الاجيال القادمه حتى هي ضحيه لهذه الممارسات. هذه اليوم المؤسسات الدستوريه من البرلمان من الحكومه من رئاسه الاحزاب من المؤسسات الحكمه مطالبه بتفعيل الادوار ديالها باش انها تحاسب هاد المتورطين هادو باش انها توقف ضد هاد العبث اللي كيتم القيام به. حنا بالنسبه لنا هاد الاحتجاج هذا ماشي احتجاج باش انهم يعطونا شي حاجه، هذا احتجاج باش انه ما يتكررش هذا الشيء وباش انه توضع قطيعه معاه. حنا كنطالبوا فقط بتفعيل المبادئ الدستوريه، حنا اكيد تسلبات الحقوق ديالنا ضاعت الحقوق ديالنا، ولكن ما غنسمحوش بانه هذا الشيء يتكرر. حنا كنطالبوا باش انه يدير معنا حل عادل ومنصف سواء ادى سواء ما دار. حنا كنامنوا بانه الاحتجاج هو السبيل الوحيد، لان المؤسسات ما استجبات لان ما داتش الادوار ديالها، ان الاحتجاج والشارع هو الحل الوحيد اللي بقى لينا باش اننا نعبروا على الصوت ديالنا باش انه يوصل. وربما غنضطروا اننا نديروا خطوات اكثر تصعيديه ونطقوا بيبان اكبر ربما واللي كتجاوز هذه المؤسسات اللي ما قدراتش انها دير الامور ديالها في اطار القانون في اطار ما هو مشروع. حنا كلجنه وطنيه ضحايا امتحان المحاماه منذ البدايه رفضنا انه الحل هو يكون امتحان جديد، وكنا عبرنا عليه في الحوار ديالنا مع ممثلي وزاره العدل وكذلك مع السيد الواسط، قلنا له امتحان جديد غادي يكون انتكاسه اخرى وغادي يكون شرعنه لاستمراريه هذا الفساد، وما غاديش نكون احنا سبب باش انهم يدوزوا دوك الناس اللي بقاو لهم في الاحزاب في الشبيبات الحزبيه مبرسطينهم او اللي في الهيئات ابناء المحامين اللي ما دازوش يدوزوا على ظهرنا حنا. فاذا به كنتفاجئوا انه هذا الشيء اللي تكرر بسيناريو أسوأ، كنا كنقولوا على الاقل لو داز هذا الامتحان في شفافيه غيحفظ ماء الوجه ديال وزاره العدل وغنقولوا انها استفدات وما غاديش يتكرر هذا الشيء. لكن انه تكرر هذا الشيء بسيناريو اسوء وانهم ينجحوا ناس ما عندهمش اجازات في القانون عندهم في تخصصات اخرى، ينجحوا ناس ربما فاتهم السن في خرق تام من القانون بهذه العبثيه هذه اللي كانت وزير العدل متعمدها. وكاينين الناس دوزوا بالشارع عندهم اجازه بالشارع في هذا الامتحان الثاني ونجحوا وخذوا الاهليه، حتى نموذج صحيح تخيل معي انه نموذج صحيح
ديال الاسئله الصحيحه وما كيخرجوش الوزاره. فالوزاره يعني شنو كتخطي شنو كتخبي على الممتحنين؟ فمن بين ابسط شروط الشفافيه والنزاهه هو انك تعطي الممتحنين الورقه ديالهم مع نموذج صحيح. فشنو هو السبب اللي كيخلي ان الوزاره تخبي هذا النموذج صحيح؟ ربما ان الاوراق ربما لم تصحح بعد او الاوراق لم تصحح ولوائح ديال المنجحين كانت جاهزه قبل الامتحان. فهذا صراحه هو الذي اراد ان يشرع للفساد وان يؤسس له في هذه الوزاره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.